السلام عليكم عزيزي المتابع، أقدم لكم اليوم حقائق نفسية عجيبة تحكم شخصيتنا وتصرفاتنا والتي كشفها لنا علماء النفس. قبل أن نبدأ في الفيديو عزيزي المتابع، لا تنسى دعمنا بزر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلك فيديوهاتنا القادمة ونصائحنا في علم النفس أول بأول. الحقيقة الأولى، استغرق أمر الحصول على عادة جديدة حوالي 66 يوما. إن عملية تذكر الحقائق تكون أسهل عند غلق عينيك. يوجد علاقة وطيدة ووثيقة بين الدماغ والجهاز الهضمي، ولهذا نجد دائما من يعاني من مشاكل عاطفية والضغط النفسي يعاني أيضا من مشاكل بالجهاز الهضمي. الحب عبارة عن تخيل صورة مثالية وخالية للشخص، وهي تختلف كل الاختلاف عن الشخصية الحقيقية لهذا الشخص. كتابة الأحلام يساعدك على جعلها أكثر وضوحا بالنسبة لك. تعتبر حاسة الشم من أكثر الحواس ارتباطا بالذاكرة مقارنة بالحواس الأخرى. يمتلك بعض الأشخاص قدرة معرفة تفكير الشخص المثالي أمامهم، وهذا إن دل أنه يدل على ذكائهم الشديد. يمتلك كل رجل ثلاث صفات أساسية في شخصيته، وهي صفة الإظهار والتوضيح وصفة الامتلاك وصفة اعتقادهم بأنهم يمتلكون. إن أهم مصدر لسعادة الطفل هو عائلته وأصدقائه المقربون. إن التحدث بهدوء وبصوت منخفض أثناء جدالك مع شخص آخر يجعلك تهيمن على الخصم بكل سهولة. يكون الأشخاص الذين يشعرون بالامتنان دائما أكثر سعادة عن غيرهم. من العوامل التي تحميك من إصابتك بمرض الزهايمر هو تحدث لغتين. تتشابه تصرفات الأشخاص الذين في حالة حب مع من يعانون من اضطرابات نفسية. الطريقة الأكثر فاعلية لتذكر المعلومات هي أخذ استراحة لمدة 10 دقائق لكل 30 إلى 50 دقيقة من المذاكرة والتعلم. يميل الناس إلى عمل صلات عاطفية قوية مع الناس الذين قاموا بالغناء معهم. إذا قمت بكتابة جميع مخاوفك قبل بدء الامتحان، فهذا سيزيد من فرصة حصولك على درجات أعلى. يسبب نقص النوم حدة الطباع وسرعة الانفعال، مما يزيد خطر الإصابة بالعدوان. تم تجميع الكوابيس الأكثر شيوعاً بين الأشخاص، وهي الوقوع من مكان ما وحدوث مطاردة من شخص أو مجموعة من الأشخاص وحدوث مطاردة من شخص أو مجموعة أخرى، حصارك في مكان ما، وصولك متأخرا مما يضيع عليك الكثير من الأشياء، وأخيرا يفارق عضو من أسرتك الحياة. الصداقة التي تنشأ ما بين 16 و 28 عاما عادة ما تكون قوية وتدوم إلى الأبد. الناس الذين يقدمون النصائح الأفضل يعانون من مشاكل كثيرة في العادة. الأشخاص الأذكياء عادة ما لا يتمتعون بخط جيد. إن أعجبك الفيديو عزيزي المتابع، لا تنسى دعمنا بزر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلك فيديوهاتنا القادمة أول بأول. ودمتم في رعاية الله.